يبدو أن فعلا كنت تجذب اهتمام مصور البرية بطريقة كبيرة، وذلك بسبب حجمها الضخم الكبير وقدرتها على التهام فرائسها دفعة واحدة ولو كانت كبيرة الحجم. فيبدو أن فعلا كنت ما زالت الأقوى في صراع القوة، حتى وإن كان هذا الصراع مع تمساح ضخم. الأناكوندا رغم ضخامتها وكبر حجمها، إلا أنها أفعى غير سامة ولا تستخدم اللدغات السامة لقتل ضحاياها، ولكن عضلات جسمها القوية هي سلاح الفتاك ضد فرائسها، حيث تلتف الأناكوندا الضخمة حول فريستها أيا كانت وتقوم باعتصار جسم الضحية والضغط عليه بقوة حتى يفارق الحياة، ثم تقوم بالتهامه دفعة واحدة وتبدأ عملية هضمه التي تستمر لفترة طويلة تختلف باختلاف حجم الفريسة. وهذا ما حدث مع أحد التماسيح، فبالرغم من قوة التماسيح الهائلة وفكيها القويين، إلا أن ذلك لم يجدي نفعا مع أفعى الأناكوندا الضخمة، حيث انزلقت أفعى الأناكوندا ببطء واتجهت نحو التمساح الذي كان يجلس على حافة إحدى البحيرات العذبة في تلك المنطقة. وبسرعة البرق وجد التمساح نفسه محاطا بجسم أفعى الأناكوندا العملاقة، وحاول التمساح الهروب من بين ذلك الجسم القوي، ولكن كل محاولاته باءت بالفشل، فقد كان جسم أفعى الأناكوندا قويا بالفعل، وظلت الأناكوندا تضغط على جسم التمساح حتى فارق الحياة، ثم بدأت في ابتلاعه. قد يكون سر قوة الأناكوندا في حجمها الضخم، ولكن ماذا عن أفاعي الأناكوندا الصغيرة؟ في هذا الفيديو يظهر لحظة افتراس تمساح ضخم لأفعى الأناكوندا. أما في هذا المقطع يسبح التمساح في النهر للاقتراب من الأفعى التي كانت خائفة منه وحاولت الهرب، ولكن نجح التمساح في الانقضاض بسرعة على الأناكوندا الصغيرة والتهامها بسرعة. وفي هذا الفيديو نشرت صحيفة دايلي ميل البريطانية مشاهد مذهلة لأفعى الأناكوندا في مواجهة شرسة مع تمساح ضخم. وبحسب الصحيفة الإنجليزية فإن أفعى الأناكوندا يبلغ طولها نحو 8 أمتار. هاجمت التمساح الضخم في بحيرة بانتانار بالبرازيل بعد العثور عليه في مستنقعات الأراضي الرطبة المدارية، واستسلم التمساح بعد الهجوم المميت. وتكشف اللقطات كيف التفتت الأناكوندا حول هذا التمساح وهي تحاول خنقه لافتراسه.